السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم كيف نسوي بوستر باستخدام الفوتوشوب. طيب، أول شيء يحتاج إن إحنا هنفتح الفوتوشوب وحنحدد حجم البوستر اللي عندنا. فبنفتح البرنامج، بعدين نروح على نيو فايل، بنغير الوحدة السنتيمتر، وبعدين بنختار الأبعاد. نفترض إنه 3 متر بمترين. الريزولوشن لازم يكون 300، لو خلينا 72 حيجي وقت الطباعة مبكسل. فنحط هنا العرض حق البوستر، وهنا الطول، وهنا الدقة، وهنا الوحدة لازم تكون سنتيمتر أو أي وحدة أنت تبغى تستخدمها، لكن إحنا بالعادة نستخدم السنتيمتر. هنسوي كرييت، هيعطينا الصفحة حقتنا. فإحنا أول شيء نحتاج إنه يكون عندنا تصميم للبوستر. فبعد ما أنت تطلع على التصاميم الموجودة في النت، هتختار تصميم وتسوي. عندك طريقتين، الأولى إنك تسويه باستخدام الأوتوكاد أو الراينو، والطريقة الثانية إنك ترسمه بيدك على ورقة مثلاً. هتحتاجه كخطوط، فهتاخذ مثلاً هتصوره وتحطه في الفوتوشوب وتعدل الشكل لين يزبط معاك على الورقة حقتك. هتضغط انتر، هيظبط لك الصورة. طبعا هتحتاج انك انت مثلا تسوي لها روتيت، راح تضغط كنترول تي تطلع فوق، حيطلع الإشارة اللي هي حقت تدوير الصورة، وتدورها بحيث انها تظبط معك. طبعا التصميم هنا يعني نوعا ما حاولت اني احط انواع مختلفه من الخطوط على اساس انه يعني نشوف اكثر من طريقه ونشوف كيف نسوي خطوط مائله، خطوط مستقيمه وزي كذا. طيب، بعدين احنا بحاجه انه احنا يكون عندنا مسطره. المسطره نفعلها بكنترول ار. كنترول ار حتطلع عندي المسطره هنا، هذه حقه الطول وهذه بالعرض. طبعا نلاحظ انه المسطره عندنا هنا بالبكسل على ما يبدو. اوكي، هذه اسرع، خلاص صارت بالسنتيمتر. طبعا عندنا نبدا نتعرف على شريط الادوات. هذا اللي هو الموف تول اللي يتحرك به، اختصاره V، يمسك الصوره او ايا كان الملف وتحركه. الرجوع بكنترول زد، واذا تبغى ترجع من الرجوع اللي سويته كنترول شيفت زد، مو كنترول واي زي الاوتوكاد والراينو والريفت، فهذا اختلاف. عندنا بعدين هنا اداه التحديد، اختصارها ام. طبعا في اكثر من طريقه للتحديد، في مربع، في دائره. الدائره اذا بتسويها دائره زي الناس تضغط شيفت معاها فتديك دائره يعني حقيقيه ما هو بيضاوي، ونفس الحاجه اللي هو المربع، اذا سويت شيفت حيصير مربع بدل ما هو مستطيل. وعندك هنا اللي هي الأعمدة والسطور. عشان تشيل التحديد كنترول دي، كنترول دي يشيل التحديد. عندنا هذه أداة للقص، روب تول، ومو دائما نستخدمها لأن التحديد عادة يحدد به اللي هو الريكتانجل، الشكل اللي نبغاه، وبعدين نقص الصورة. هنشوف بعدين كيف. هذه الأداة عشان تسحب اللون، اللي عندك لون في صورة معينة تبقى نفس اللون، فتستخدم الأداة هذه وبعدين تضغط فيقوم اللون يجي معك هنا. نشوف صار رمادي، نفس الرمادي اللي موجود معنا هنا لو حطينا على الأسود، والمهم هو أسود أسود فهيتغير اللون يعني.
عندنا هذه الأداة تمسح الأشياء. لو عندك مثلا زي شعار لوميو تقدر تمسحه بالأداة هذه. وهذه الفرشة، الفرشة عشان تكبرها تضغط كنترول وألت وتمسك اللي هو الزر اليمين وتحرك الماوس يمين ويسار تكبر معك وتصغر. نفس الهرجة المساحة، ألت كنترول والكليك يمين وتحرك يمين يسار تصير تكبر وتصغر. عندنا هنا هذا الأمر حق اللي هو التلوين، طبعا ما حيلون عليه لأن هذه صورة ما هي لاير سمارت أوبجكت، فنفك لاير جديد وبعدين ناخد اللون اللي نبغاه. شوف لو لوننا حيلون كافة الصفحة. إيه حيلون معايا كافة الصفحة، أما أبغى يلون كافة الصفحة إيش أسوي؟ أحط اللي هي هنا على all layer فيصير هو يشوف كل الليرات، وبعدين أضغط هنا. هو الشكل ما هو شكل ايه. طبعا هو قرا الصورة اللي تحت وحاول ان هو يلونها، بس لانه ما في خطوط مقفلة او واضحة زي الناس فكان في مشكلة. نجرب بعدين لما نرسم الخطوط حقة البوستر حنشوف كيف يشتغل زي الناس. بعدين هذه أداة التغبيش برضو بنفس الطريقة، تكبر تصغر كنترول والت وكليك يمين تقدر تغبش فيها الأشياء الثانية، الأشياء عندك في الصورة تبغى تغبشها. هذا اللي هو اللي حنرسم فيه بعد شوية، القلم يرسم معايا خطوط مستقيمة ويرسم معايا كيرفات. وهذا النص نقدر نكتب فيه له الشيء اللي نبغاه، نختار اللون من هنا والخط من هنا. طبعا حاجة حلوة في الفوتوشوب إنه هو بيقرأ كل الخطوط الموجودة عندك في ويندوز، ما يحتاج إنك تثبت الخطوط بشكل خاص زي الأوتوكاد على سبيل المثال. الخطوط كيف تتغير. هنا عندنا هذا بيرسم مستطيل، تقدر تخليه إن هو يلون المستطيل، وتقدر تحط له حواف تزود سمك الحواف. شوف كيف صار عندنا حواف. وهذه اللي هي البان أو بيتحرك شاشة، وهنا الزوم تضغط اللي هو كليك يسار وتحرك الماوس. طبعا أثناء العمل على أساس الاختصار، أنت مثلا قاعد تشتغل ب اللي هي التحريك الموف تول، فتضغط زد وتظل ضاغط وبعدين تحرك لجوه والبره. تشيل يدك من الزد، تشيل يدك من الزد المفروض يرجع. ايوه رجع، ما اعرف ليش هو قاعد يرجع. ايه شيل يدك نزلت قبل لا تشيل الماوس فيقوم يرجع معك. طيب هنبدأ دحين في ان احنا نرسم البوستر، نحذف اللايرات اللي سويناها، ناخذ هذه اللاير. طيب اول شيء احنا نحتاج انه نسوي اللي هو المكان اللي نحط فيه الاسم والشعار الجامعة وزي كده. ناخد تقريبا 8 إلى 10 سنتي. نلاحظ إن إحنا مثلا في التصميم حقنا سوينا زيادة هنا. بعدين ممكن ناخد إحنا باقي الخطوط نصير نثبت السكتش، يعني ما هو دقيق 100%، فيصير إحنا نثبت بناء على المقاسات اللي عندنا والسكتش. ممكن نحط الدراسات هنا، نديها مثلا 20 سنتي. نحط خط هنا. طبعا لما نضغط شيفت يصير يدينا أرقام صحيحة. أنا لما أسحب كذا بدون شيء عشوائي ما بيديني يعني أرقام صحيحة، لما أضغط شيفت يصير يديني أرقام صحيحة. إذا سويت زوم تصير الأرقام الصحيحة يعني أصغر، يعني هنا صار يعطيني كل نص
لما أصغر الشاشة يصير يديني كل 2 سنتي تقريبا، فعلى حسب الشاشة كم يعني أنت مسوي زوم عليها. طيب بعدين هنضغط حرف ال P عشان ناخد أمر القلم ونحط نقطة هنا. طبعا احنا ممكن نكون مسوين التصميم مظبطينه بالأوتوكاد ونجيبه هنا PDF بالسكيل فينزل بالخطوط جاهز. ممكن انه احنا عشان السرعة نصير نستخدم على طول الفوتوشوب، نحط نقطة في أول الخط، أول المكان اللي نبغاه، ونقطة في آخر الخط. اترسم عندي خط، بعدين أحط إنه هو الشيب عشان يطلع لي رسمة، وحشيل الفيل لأنه إحنا نبغى خط بس. أزيد السمك حقه وأختار اللون الأسود هنا. وين القلم؟ أتوقع يحتاج نرسمه من جديد، إيه عشان غيرنا النوع حقه فاتمسح. فنزود البكسلز حسب إحنا قديش نبغاه، بنحطه 150 مثلا. صار عندي بالشكل هذا، صار في تحديد يعني. فنطفي اللاير حق الرسمة حقتنا، هنشوف إنه إحنا عندنا هنا الخط اللي هيفصل لي اللي هي مكان الاسم عن بقية البوستر. فممكن أحط لاير، عندي طريقتين، أضغط حرف الجي، أتأكد إني أنا أخذ السطل وأختار اللون اللي أبغاه وألون. المرة هذه المفروض إن هو يلون الجزء اللي فوق بس، على أساس إنه لون كله. ايش الشيب ما ينقري يعني؟ اذا سوينا ممكن يكون عندي جزء مفتوح عشان كذا قاعد يلون كل اي، عشان في جزئية هنا زعل علينا. نرجع نضغط P عشان نقدر نعدل القلم، ونضغط كنترول ونسحب النقطة فيقوم يقفلها معايا من هنا. أتأكد إنها متقفلة من المكان الثاني، المكان الثاني متقفل. الحين لازم يظبط، بسم الله. أي خلاص شفنا كيف إنه ما لون معانا كل البوستر، لون بس فوق. لو شلت اللي هي كلمة all layer من هنا فوق، لما نشيلها حتى لو عندي رسمة هنا هياخد معايا البوستر كامل. طبعا هيقعد يفكر كل مرة، فأنا هكنسل الحين عشان بعد. لو سمحت يا محمد، هلا. الخط الأسود هذا راح يبان معايا في الطباعة ولا بس يكون خط وهمي يحدد وين راح لا، يكون هذا المناطق؟ الخط هيبان معايا في الطباعة، أنا أي تمام. حطيته على أساس إنه أنا أبغى أشوفه يكون يعني فاصل بين اللي هي فوق حقة الاسم وبين باقي البوستر. تبغى ما إذا ما تبغى يطلع في الطباعة تقدر بعدين عادي تمسك اللاير حقته وتطفيه وخلاص ما حيبان. فعشان كده أنت تسوي حاجة اسمها جروب. الجروب يكون من هنا في صورة ملف، أو تمسك اللايرات اللي تبغاها وتسوي كنترول جي فيقوم يسوي جروب. فإحنا ممكن نسوي جروب ونسميه شيبس، هنحط فيه كل الخطوط اللي هي حنقسم فيها البوستر. تصير بعدين إذا أنا ما أبغى الخطوط هذه تبان أطفي اللاير وبعدين أصدر البوستر. طبعا قبل لا نكمل شغل هنحفظ الملف. الملف ينحفظ بكنترول اس زي أي ملف. نختار الوجهة ونسميه، نختار الصيغة. طبعا الصيغة عندنا عشان الملف كبير 3 أمتار في مترين، راح يكون عندنا صيغة PSB. هنسوي سيف، هنقول له ماكسمايز زي ما هو ونخليه يقعد يحفظ الملف. طيب بعد ما نحط هنكمل تقسيم البوستر.
هنستخدم دحين أمر القلم، بس هناخد القلم اللي يسوي لنا كيرفات، نختاره من هنا اسمه كيرفيتشر بين 2. هنمشي على الخط اللي احنا سويناه، شوف كيف بدأ يلف معانا. طبعا نقدر نتحكم في مكان النقاط، عشان نتحكم بالنقاط ما نضيف نقطة جديدة، نضغط كنترول ونمسك النقطة ونحركها. هو قال ايش يسوي؟ من دون كنترول حتى الكيرف، فتقدر تعدل الكيرف براحتك. نفس الطريقة حنزود السمك، احنا قبل شوي حطيناه 150، نقول له انتر، نرجع نسوي هنا. نقدر طبعا حتى حق الكيرف نحطه، يعني اذا حطيت نقطتين خلاص حيصير خط مستقيم بطبيعة الحال. تبقى تتأكد انه مستقيم، تسحب مسطرة من هنا، بعدين تسوي زوم عشان تشوف النقاط زي الناس، وتمسك النقطة وتحطها على خط لوحدة، حيسوي لها سناب، فحتتأكد انها صارت ايش، مستقيمة تماما. تأكد انه هذه برضه، هي هذه خلاص مظبوط. ناخذ برضه هنا، احنا هناخده على الخط، ناخده الى هنا، لا ايش سوى، اوكي ناخذ امر جديد، نضغط انتر عشان ناخذ واحد جديد، نسوي زوم عشان نمسك النقطة، وبعدين إلى النقطة هذه، فزي كذا سوينا الخط، خلاص هو حفظ الإعدادات عندي، أضغط إنتر، أسوي خط جديد، لا إحنا هنا حنسوي حركة، اللي هي إنه حناخده مايل، حناخده هنا، أوكي، إنتر. بعدين زي كذا، بعدين من هنا لهنا هاخده مستقيم، يبدو لي انه هو اوكي هنا مظبوط، وهنا مظبوط برضه، انتر الى هنا، وبعدين طيب احنا ممكن ناخد هذا هو، اي نقدر نمده باننا لما تطلع الاشاره اللي هي هذا الحين زي كذا قاعد يضيف نقاط، اذا قربته من النقطه نلاقي انه الشكل يتغير، يصير دائره، فنقدر نشده لتحت يسحب معانا الخط. طيب خلاص احنا كده سوينا التصميم اللي سويناه بالسكتش، أو ممكن نقفل هذا عشان نمسكه. هنضغط V، نتأكد إن إحنا مسوين أوتو سيلكت. أوتو سيلكت بمجرد ما أنا أضغط على حاجة يمسك لي اللاير حقه، بعدين عشان أرجع أفعل الأمر وأقدر أعدل بالكيرف اللي سويته، هضغط P اللي هو الأمر حق الكيرف، وأسحب الكيرف على أساس يكون معي على الطرف، على أساس لو جيت ألون، أوبس، جيت ألون مرة ثانية ما ينعدم علي ويكون مظبوط. طب كده اتوقع احنا خلاص هناخد دحين عشان نمسك الليرات هنا على اليمين، من شيب 2 لشيب 9 اضغط على شيب 2، بعدين اضغط شيفت، اضل ضاغط واضغط على 9، بعدين اسحبهم معايا على تحت وادخلهم في اللي هو الجروب حق الشيبس، عشان اتاكد انهم دخلوا اقوم هنا الجروب اقفله، فإذا راحت الليرات خلاص تخبت معناها إنه هي خلاص دخلت في الملف، صح؟ نتأكد برضو مرة ثانية إن إحنا لما نطفي راحت كل الحدود، وبالتالي أنا خلاص كلها دخلت معايا، صح؟ خلاص نطفي اللاير حق التصميم، نرجع ل اللاير حقنا التصميم البوستر اللي عندنا. بعدين هنلون دحين احنا فوق زي ما قلنا،
عشان نكتب اسمنا وزي كذا. اوبس، طبعا عشان مو مفعلين اون لاير فنفعلها، نضغط كنترول زد نرجع للاول. لو انت معايا فوق، حبدأ الحين. انا بضيف مثلا اسم المشروع، اسم المشروع يكون في النص، بقوم اخذ واحدة وادخل احطه على النص اللي هو متر ونص، عشان احنا العرض عندنا 3 متر. بعدين ابدأ اسوي اللي هو النص بحرف التي، اضغط تي ويصير عندي اللي هو مربع النص، ارسمه واختار اللون اللي ابغاه، ابغى لون اسود، احطه في النص اللي هو التنسيط يمين يسار. هنا اسكيل الخط، تقدر تكتب الاسكيل اللي تبغاه وتختار اسكيل جاهز من الموجودين. هنا تختار نوع الخط، طيب نكتب اسم المشروع استوديو بروجكت. ايت مثلا في احجار، سمح بالانظمة. طيب انا الحين مثلا ماني عارف هل سكيل الخط هذا مناسب، هل راح يكون كويس في الطباعة ولا لا، ايش اسوي عشان يبان في حركة؟ طبعا كمان عشان يكون في النص، تحط تسحب انت النص الى يلا. تحطه يعني من البداية للنهاية، فيقوم هو يسوي لك هو في النص تماما لوحده، انك انت حاطط التنصيص في النص. بس المشكلة لما نسوي الحركة هذه راح يصير كل ما جيت تحدد النصوص اللي هنا حتحطها يصير يحدد لك هذا معاها، لان يعني هو بيقرا ان النص يبدأ من هنا الى هنا، فحيسبب لك قروشة يعني في الشغل. فالأفضل إنك تخلي حجم النص على قد حجم الصندوق حق النص على قد النص. وبعدين تحرك وانت بنفسك تحطه في النص بناء على الخط اللي هو حق المصدر. طيب كيف اتأكد ان السكيل مناسب؟ هروح على فيو واحط اكتوال سايز، هيديني على شاشتي الحجم الحقيقي حق الطباعة. عشان تتأكد تقدر إنك أنت تجيب مسطرة وتحطها على الشاشة وتتأكد إن المسطرة بادية من هنا 124 سنتي إلى هنا مثلا 154، فأنت عندك المسطرة هنا لازم تكون عدت 30 سنتي على الشاشة، أو بالتالي حتكتشف إنه السكيل هذا حيكون مناسب للقراءة. فبعدين هنا ممكن تكتب اسمك، اسمك راح يكون بخط أصغر، 50 مثلا. اوكي. طبعا هو مسك السكيل القديم ما عدل السكيل، فنعدله من فوق ونحط انتر، حنلاقيه صغير نسبيا مقارنة باللي موجود. نجرب 90، نلاقي انه هو يبدو كويس، نحطه هنا عشان تنسخ نفس النص، ما تقعد كل مرة. اوكي هذا راح يسكر. ما تقعد كل مرة تسوي امر تكست، تقدر تضغط حرف ال V اللي هو بعدين Alt، تطلق ضغط Alt وتسحب. طيب ايش صار؟ أمر V اللي هو Move، بعدين تمسك النص اللي تبغاه أو أي عنصر تسحبه يقوم يتنسخ معك. طبعا إحنا نبغى نفس هذا عشان ناخد نفس السكيل زي كده، ونكتب مثلا تبغى تكتب اسم الدكتور، تبغى تكتب أي شيء.
تبغى تكتب رقمك الأكاديمي مثلا إلى آخره. ممكن بعدين تحط شعار الجامعة هنا، ونحن حنحط أي صورة. دحين جبنا هذه الصورة مثلا وعندنا فيها خلفية، طيب كيف نشيل الخلفية؟ حنضغط، نتأكد إن إحنا مختارين اللاير الصح، لازم نحولها للاير. هي دحين سمارت أوبجكت، لما تيجي زي كده تكون سمارت أوبجكت، فنحولها للاير. بعدين نختار اللي هو أمر التحديد W، ونختار اللي هي الماجيك وان تول أو العصا السحرية، ونحدد. طبعا التحديد حيختلف بناء على اللي هو التوليرنس. التوليرنس اللي هو بيختار لك الألوان، يعني قديش هو سامح بالألوان، إنه هل هو حيختار درجة واحدة من الرمادي ولا يختار كل الرمادي اللي في الصورة. فأنت كل ما قللته بيصير دقيق أكثر. حط 10 مثلا، ولاحظ التحليل تغير معايا. ليش؟ لأنه هنا أنا عندي الرمادي اختلف عشان الظل، فقام صار التحديد أدق. بس أنا ما أبغى للدرجة هذه، ممكن أحط 20 مثلا وأجرب مرة ثانية أشوف صار فرق أكبر إذا غيرتها. بعد ما أحددها أسوي لها اللي هو كليك يمين، أو خلاص أسوي ديليت على طول، راحت خلاص. بقي عندي شوية أشياء ممكن بالمساحة أمسحها، أو إني أرجع أستخدم نفس اللي هي العصا السحرية وأحدد مرة ثانية وأشيل الزائد. زي كده خلاص شاك، وأحطه هنا. طيب هنبدأ دحين نجيب الصور. افترض اني انا فوق عندي اللي هو السايت بلان مثلا في الجزئية هذه، فهروح الملف اجيب السايت بلان حقي، وين السايت بلان؟ نفترض انه هو هذا السايت بلان. هنشده. طبعا انا هكون حاطط اللي هو السكيل اللي هو الجرافيك عشان اقدر اكبر واصغر حسب التصميم. عشان لا تبدأ الليرات تحوس مننا، نسوي جروب الخطوط بكنترول جي، صار جروب، ونسميه تكست. تقدر على فكرة تكتب بالعربي فالموضوع لك. تقدر تكتب بالإنجليزي. حد أسوي برضو واحد مثلا للبلانات، سمي بلانز عشان السايت. طيب إحنا عندنا دحين البلان مثلا، ما حنركز كيف البلان راح يطلع، حنشوف كيف إنه إحنا نقص البلان على شكل البوستر اللي عندي. النصوص عندنا اختفت. ليش؟ لأن اللاير حق اللون اللي حطيناه فوق جاء فوق النصوص لما حطيناها في الجروب، فنقوم نشد اللاير ونحطه تحت فترجع النصوص تطلع عندي. طيب كيف هنقص اللي هو السايت بلان ونخليه يركب في التصميم اللي احنا حطيناه؟ هنطفي اللاير أول شيء، ناخذ اللي هي العصا السحرية W،
خلاص هو حفظ ان دبليو حياخذ لي العصا السحريه، وممكن ياخذ لي واحد من الثلاثه هذه، لكن انا خلاص لاني استخدمت العصا السحريه اكثر من مره فهو بيحفظ الخيار حقي. طيب هو مسك هذه، اختار لير فاضي عشان يمسك لي، او لا احنا ممكن ناخذ اللي هو سامبل اول لايرز، نرجع نسوي تحليل. المفروض ان هو ياخذ ايه، فاخذ لي دحين الشكل اللي هو ابغى السايت بلان يكون جوا. ارجع اشغل اللاير حق السايت واتاكد اني انا على اللاير حقته، اسوي كليك يمين، اسوي سيلكت انفيرس عشان يحدد كل شيء برا الجزئيه هذه، واقص كذا انقص عندي سايت بلان. بس زي ما شفت انا سايت بلان ابغاه كامل، انا ممكن احطه في مكان ثاني او اني اصغره. ممكن نسوي الحركه هذه على منظور، المنظور مو شرط انه يكون هو كامل ابغاه يعني، فغير مكان السايت كنترول دي ناخذ هنا، بعدين نسوي كنترول تي عشان نتحكم بابعاده، نصغره نحطه في الجزئيه هذه مثلا، نتاكد انه هو كله جوا الفراغ المحدد. طيب الحين السايت انا عندي هنا في صار جزئيه فاضيه، ايش اسوي عشان ما احس ان هي زي كذا رايحه يعني او لونها ابيض، فاقوم الون الجزئيه هذه، اخذ نفس اللون كيف، اخذ اللي هو امر اللي هو بحرف الجي عشان اخذ السطر حق التدوين، بعدين اضغط على الت فيقوم يطلع لي اللي هي اخذ اللون، اخذ نفس اللون بعدين الون فيديني نفس اللون اللي هو موجود. طبعا عشان هنا انا عندي تكستشر رمل راح يختلف، ممكن نشوف بعد شوي كيف نحط التكستشر. طيب ممكن اخذ الجزئية اللي هي هنا، ممكن امسحها بالمساحة كذا، او اني دبليو حدد هو ليس وزن كيش دقيقة sample all layer select inverse سوي ديليت شكله ما مسحه. طيب عموما نرجع نجيب دحين منظور وليكن هذا مثلا، هذا ما هو مضبوط هنا، لما نضغط سكيب يروح الصورة إذا كنت لسه ما حفظتها. ممكن هذا يزبط. نضغط انتر يمسك الصورة، بعدين نطفي اللاير، نحدد الجزئية هذه، بعدين نشعل اللاير. طبعا ما حيقص دحين ليه، لأنه سمارت اوبجكت، حول اللاير سوي سيلكت انفيرس سوي ديليت، جات معايا الصورة على الحواف اللي أنا حاططها من أول بنفس الطريقة. ممكن نحط مثلا البلانات، ممكن نحطه هنا وأقص الزايد بنفس الطريقة. أول شيء نخلي لاير، المرة هذه هستخدم حرف الام، هضغط زي كذا أحدد من برا الأشياء الزايدة، وبعدين ديليت برضو هنا نفس الشيء وديليت عشان الحدود تفضل عندي فوق. هاخد اللي هو اللاير حق أو الجروب حق شيبس وأرفعه لأعلى حاجة فيقوم يرجع يصير فوق البلان، حدد لي البلانات. طيب ممكن مثلا في منظور
نفرض الواجهة هذه، الواجهة الثانية، خلينا ناخذ الواجهة هذه الحين. إذا أبغى مثلا إني أخلي السما حقتها تكبر معايا، في عندي طريقتين. أول فكرة إني أنا ممكن أشيل السما أصلا. طبعا أحسن طريقة عشان تشيل السما إنك أنت من أول من اللوميون في يجيك اللي هو يسوي لك لير أسود، يصير يحدد لك السما على طول. ممكن أشوف لكم هو دحين دقيقة. هنا زي كده عندي مثلا هذا اللاير حق الواجهة، وبعدين اخذ نفس اللاير اللي هو هنا اركبه عليه، فهو بيديني كل شيء اسود والسماء ابيض. فانا اقوم امسك اللاير حقة الستيرز لاير، أنا أمسك اللاير هذه وأجي بعدين أحدد، أمسك بكل سهولة اللون الأبيض، وبعدين أجي على الواجهة حقة السماء طفي هذه، بصير أقصها تروح السماء من الواجهة. بينما لو جيت بالعكس ما عندي اللاير البيضة هذه الأبيض والأسود، وجيت أحدد هنا على طول، نشوف كيف حيكون في عندي معاناة بالموضوع، لانه حيقعد الغيم. لو زودت التوليرانس 50 مثلا هيبدا ممكن يخش على المبنى. هون نلاحظ انه هو بدا يخش على المبنى لانه في تقارب بين لون السماء ولون المبنى عندي. بينما لما نستخدم اللي هي اللاير هذه، خلاص الابيض والاسود يعني ما حي يتلخبط بينهم، يصير اقص السماء على طول وتكون قص يعني صحيح 100%. أمسك السما اللي تحت وأقصها كده. دحين أقدر أحط هذه الواجهة على نفس السما اللي عندي. طبعا شعر لوميوم ببساطة بالمساحة، أضغط على حرف الـ E وأمسحه، بعدين أرجع أضغط V عشان أتأكد إني ماسك اللاير، Ctrl T، وأبدأ أصغر اللاير على نفس السما. طبعا هرجع اسوي دحين جروب للواجهات واسمي وارفع لاير تاني. نلاحظ ان الاسود صار تحت الحار، ارفعها مرة ثانية فوقها على اساس تظبط. طيب عندي هنا السما هنا خشت على الجزئية اللي هنا، سوي في المساحة مالك. خلاص راحت. طيب في حركة اللي هي اني هحط صورة دحين وابغاها الحواف حقتها تكون شفافة، فنرجع للملف حقنا مثلا هذه. طيب دحين انا لما مسحتها بالطريقة هذه خلاص اختفت علي، يعني راحت ما عاد ترجع. ممكن ارجعها بكنترول زد دحين عشان انا توي سويت الحركة، لكن اذا بعدين سويت عدة اوامر خلاص صارت قديمة او طفيت الملف رجعت فكيته حيروح علي. طب انا ايش ممكن اسوي؟ اقدر اسوي انا اختار اللي هو الماسك الحين، الاسود يخفي والابيض يرجع. فانا دحين حكون دقيقة
بي ارجع لا كنترول شيفت زد. هناخذ الفرشة بحرف البي، الأسود حيمسح، لكن هو حيمسح لكن لسه الصورة موجودة. إذا لغيت الماسك أو رجعت لونت بالأبيض عليه، لون بالأبيض يرجع يظهر معايا مرة ثانية. طيب أبغى أخفيه بشكل جزئي، خليني أرجع أقوم أخفف اللي هو الريشة حقتي، أحطها مثلا 50%، وبعدين أتأكد إني حطيت اللون الأسود وأبدأ أخففه. ألاحظ إنه هو لسه موجود عندي، جزء من هذه الصورة وجزء من هذه الصورة. أنا ما أبغى هنا يكونوا داخلين على بعض، فححط مثلا الأوبيسيتي 100% وأمسحه أو ألونه بالأسود فيقوم يختفي. بعدين حجي اللي هو أبغاها من هنا، الجزئية هذه تكون داخلة على بعض، فآخذ أمر اللي هو الجريدينت، والمفروض عندي إن هو لازم يكون من الأبيض وأسود. جرب كده نبدأ. أوكي خلاص هو أبيض وأسود الحين. أبدأ أحركه بحيث إن هو يديني الشكل اللي أنا أبغاه. لو سمحت يا محمد، المساحة هذه قاعد تشتغل على الصورة نفسها، كيف تستخدم الصور اللي تحتها مثلا؟ حترجع تاخذ تضغط في عشان تمسك الصورة، بعدين تاخذ الصورة تأكد انك انت على اللاير، هتاخذ اللي هو ماسك برضو وترجع تاخذ اللي هو بي برش فرشة، تاخذ اللون الأسود عشان تخفف، ترجع تسوي نفس الحركة على الصورة اللي تحت بتلاقيها خطك ايوه برضو. تمام. طيب حنكمل إضافة الصور دحين. محمد، هلا. في شيء اللي هو لما آخذ اللقطة يكون مكتوب لوميون، كيف أشيل الكلمة هذه؟ طيب شوف إذا عندي صورة فيها لوميون. أيوة هذه. في عندك أكثر من طريقة، أسهل واحدة إنك أنت تقص الصورة. في طريقة ثانية اللي هي إنك تستخدم الأداة اللي هي هذه هيلينج تول، وتوقع تاخذ هذه برضو لازم تخليها لير. اوكي مو هذه اللي هي هذه. نكبر حجم الفرشة برضو بالالت والكنترول والكليك يمين زي كده. خلاص شوف انها راحت. هي تمام شكرا. عفوا. فازي كيف بالروحة. بالنسبة للبلانات، البلان انت المفروض لما تصدره من الاوتوكاد او الريفت او حتى الراينو، بمجرد ما تحطه انت في الفوتوشوب بينزل لك بسكيل زي ما هو. مثلا نفترض انك انت نزلته بسكيل 1 ل 200، صدرته من الاوتوكاد وتبغاه بسكيل 1 ل 400. سكيل واحد لـ400 يعني نص سكيل واحد لـ200، فتيجي هنا فوق على الويد أو الهايت وتحط بدل 100% 50%، فهو زي كده الحين صار عندك بسكيل واحد لـ400. تقدر ترجع بعدين واحد لـ8، أتوقع هذا واحد لـ300 أصلا. طيب برضو بعدين عندي ال ايش ممكن يكون عندنا، بلان ثاني مثلا. طيب في واحد ضيع فالبلان زي ما قلنا، البلان يجي بسكيله. لو انت حاطط سكيل بجرافيكال تبغى تعدل السكيل، فخلاص عندك الامور تمام، الأمور حتكون عندك تمام. إيش في برضو نفس الشيء، الواجهات لو أخذتها من الريفت أو القطاعات حتنزل لك بسكيل. طبعا أنت ممكن تاخد لو حتسوي ريندر للقطاعات أو الواجهات، زي ما إحنا مثلا نشوف هنا في القطاع هذا حطيت شجر
وأشخاص و يعني نظفت السكشن بشكل عام. أحيانا الريفت بيطلع له خطوط زايدة إلى آخره، حطيت السماء والأرض. فهذه الأشياء المفروض أنت تسويها في ملف تاني، ما تسويها في نفس الملف حق البوستر، لأنه بعدين حيعلق عليك تكثر الليارات حيصير يعلق. يعني الحين نشوف إنه هو في أوامر بيعلق فيها بسبب إنه البوستر مترين ثلاثة، فتيجي أنت تكثر الليارات وتسوي الدراسات والهذي كلها هنا نفس الملف، حيصير الوضع صعب. على طول خليك قاعد تسيف، شوف هو دحين قاعد يسيف تحت. عشان مثلا الواجهة السكشن هنا نلاحظ انه مثلا السماء زايدة عندي والارض، فبقص منها، فاقوم احدد زي كده بحرف الام، اخذ اللي هو مستطيل التحديد، احدد اللي ابغاه، احول اللاير، احول السمارت اوبجكت الى لاير، بعدين اسوي سيلكت انفيرس، انه انا حددت الجزء اللي ابغاه، بس انا ابغى اقص، فابغى اقص الشيء اللي ما ابغاه، فاقوم اسوي سيلكت انفيرس، فياخذ كل شيء غير الشيء اللي انا حددته. سوي ديليت، فتروح مع الأشياء الزايدة، بعدين سوي كنترول دي أروح التحديد، بعدين في عشان أحركه، في حاجة زايدة هنا أروح بالمساحة، أرجع سوي كنترول تي عشان أضبطه ضمن الأشياء حقتي. طبعا إذا أنت بتاخد بسكيل رقمي 1:200 1:300 فما ينفع إنك أنت تقعد تعدل، أما إذا أنت حاطط جرافيكال سكيل فعادي ضبط على حسب الشكل اللي هلا. وقت ما تلغي السمارت اوبجكت اذا جيت تكبر الصوره مره ثانيه تبكسل صح؟ لا عادي، يعني هو تكبر الصوره، هي اهم شيء الصوره تكون جودتها مناسبه للحجم اللي انت بتحطه في البوستر. يعني لما تصدر البلان من الاوتوكاد مثلا اصدره على A0، عشان اذا انت تبغى تحط المكان حقه في البوستر بحجم A0، يعني مثلا بحط البلان في الجزئيه هذه، فلازم اتاكد الجزئيه هذه كم ارتفاع عندي، تبدا من 10 سنتي الى 59، خلينا نقول الى 60، يعني 50 سنتي، والعرض حقها يبدا من 236 الى 300، 236 الى 300 يعني عندي 67 او ايوه 67. فايش الورقة اللي 67 في 50؟ تقريبا الـ A1 حتكون شيء مناسب، لأن الـ A1 54 في 81 أتوقع، فصرت تصدرها على A1، فلما تصدرها على A1 صرت تجي معك مهم بتبكسل. لو صدرتها على A3 وجيت تكبرها حتلاقيها إنها بكسلت معك. نفس الشيء لما تجي تاخذ من اللوميون تصير تكبر السكيل او البكسلز، انه زي ما لاحظنا احنا انه هنا مثلا انا رجعت خليت المسطره حقتي في البكسلز. اوكي ممكن تصير بكسل، ما تقدر تصير بكسل بوينت مثلا، طيب ما ادري هي معلقه، بس المهم انه هو البكسل بيديني حاجه في السنتي. يعني انت ممكن تكتب في جوجل بيكسل او A4 مثلا سايز ان بيكسلز، بيكسلز راح يديك سكيل الاي 4 بالبكسلات. فيصير انت اذا الورقه عندك A4 او المكان عندك قد A4، فيصير لازم تتاكد انه الدقه اللي حتحطها في اللوميون تكون نفس البكسلات هذه الموجوده هنا، على اساس انه هي تيجي الصوره واضحه ما تتبكسل معايا لما اقطعها. هذه اللي هي حقت لما نجي تطبعها في اللوميون حقت ديسكتوب و ايوه ديسكتوب والاشياء هذه الريزولوشن اختارها بناء عليه. في برامج زي D5 تقدر تحط الرقم اللي تبغاه بالضبط، 2500 في 250 مثلا او 2500 في 4000. اللوميون بيحدد لك يعني اربعه تقريبا، هم اربعه وانت محدود فيهم اربع قياسات.
دي 5 بيخليك انت تختار السكيل اللي انت تبغاه بالضبط. ايش بقي عندنا؟ محمد عندي سؤال. تفضل. احيانا يكون عندي واجهتين وقطاعين بصير لهم خط ارض، كيف اسوي يعني يكون نفس المقاس لكل الرسومات، او يعني يكون شكله مرتب، يعني خط طيب ارض واحد ارسمه من نفس البوستر؟ ماشي. دقيقة. لا ايش، خلاص زي كذا. المفروض احنا لو بنسوي تصميم بوستر يعني زي البني ادمين، زي ما قال عبد الملك، يكون كلهم على نفس الخط. نشيل البلان مثلا هذا، صغره، جيبه هنا. الواجهات والقطاعات المفروض انها تكون نفس السكيل، لكن احنا دحين ما حندقق على الموضوع هذا، فنفترض انها كذا. دحين قاعد نسكلها، نرفع هذه شوية. وهذه زي كذا. أبدأ مثلا أدخلهم على بعض. طيب المفروض إني أنا كذا عشان أتأكد إني هحطهم على نفس الخط، فأسحب لهم خط هنا زي كذا، وهظبط الواجهة بداية المبنى على الخط. نفس الشيء القطاع، وين راح الخط الأزرق؟ زي كذا. والواجهة الأخيرة نفس الطريقة، آخذ مسافة بينهم على أساس لو بحط شجرة. طيب بحرك دحين في حاجة ما قد قلناها، لما انا بحرك المبنى او اي صوره ابغاها تتحرك افقي بس من دون ما تطلع تنزل، اضغط شيفت بعدين احرك. مهما حاولت ما حقدر اني اطلعها فوق وتحت. شوفوا المؤشر قال يطلع فوق وتحت، لكن الصوره مو قاعده تروح غير يمين ويسار. فهذه نفس الشيء لو انت تبغى بالعكس، تقوم تضغط شيفت ترفع لفوق وتحت، مستحيل تروح معك يمين ويسار. نرجع نتاكد انها انضبطت. الحركة هذه ما هي ضرورية دحين، بس عشان أنا أتأكد إنه سمك خط الأرض حيجي زي ما أبغاه، فأقوم أخذ برضو خط ثاني، مسطرة ثانية، وأقوم بكده إني أنا رسمت خط الأرض. وممكن يكون خط الأرض هنا هذا سمكه زايد، فأرفع شوية. شد عادي. بعدين انزل يدي على اساس يشبك مع الخط بس او المساح. خط الارض يكون اسود، فاخذ بلاك من تحت. لو بختار لون اخذ كلر، فاخذ بلاك. ما ابغى شف. خط اسود. اوكي. الطريقة هذه عندي صار خط الارض. سوي كنترول دي راح. طيب. حجرب حاجة جديدة ما قد جربتها، انه انا احط شجر باستخدام الذكاء الصناعي. طبعا عشان تشغل الذكاء الصناعي لازم يكون النسخة اصلية. اضطريت اني اسوي نسخة اصلية على اساس اقدر اسوي افك الفوتوشوب مع النت، لانه لما تفتح فوتوشوب المكرك مع النت بيطفي. فنسوي نحدد عادي بالام مكان ما نبغى الشجرة، ونسوي جنريتيف فيل، ونكتب تري او نكتب جرين تري، ونشوف ايش ممكن يعطي. طبعا هو دحين قاعد يحمل، المفروض انه هو حيدينا دحين ثلاث خيارات نختار بينهم. اوكي، عندنا هذه الشجرة، عندنا هذه، عندنا هذه. ممكن اذا ما عجبتني اسوي جنريت مرة ثانية،
فيرجع ان هو يفكر. طبعا مع اني كتبت له قريب ما اعرف ليه جاب لي شجرة بدون اوراق. اوكي هذه احلى منه. فهنا تقدر تقلب بين الاشجار اللي اعطاك هم. انا عجبتني هذه اسوي لها خلاص. اوكي في بنسوي كنترول تي واكبرها. طبعا هو اعطاني خلفية لها على اساس تمشي مع الخلفية حقت خلفية السماء اللي وراه. لكن اتوقع اني اقدر خلاص. هل اقدر اسويها لاير؟ اي خلاص سويتها لاير الحين. فاقدر اني اخفف التولرنس اساس لا يمسك للشجرة. خلينا نسوي ديليت. الشجرة الحين صارت شفافة. نقدر احطها قدام المبنى عادي ما تفرق معي. احطها هنا الحين. ممكن نجرب نسوي سما مثلا عشان نخلي كل السما نفس الشكل. دبليو نشيل السما هنا برضو. نجرب نشيل هذه. اوبس لازم نكون ماسكين اللاير. وقف نضغط V عشان نمسك اللاير. بعدين W. شوف كيف تحديد السماء صعب. بينما لما في اللوميون عشان يطلع اللي هو اللاير هذاك الأسود عشان أضبط السماء. لما تيجي تصدر الترندر الواجهة أو أي منظورة أو أي شيء في حاجة في لاير تلقى كده في حروف. في واحد منه اسمه حاجة سكاي ماني فاكر شيء بالضبط. فبس انه منه تظبط طيب نلاحظ انه هذا الامر اللي فوق هنا لما نكون ضاغطه بياخذ لي نفس اللون اللي موجود بس ضمن حدود معينه، ضمن حدود لون مختلف. لما اشيله بياخذ لي نفس اللون اللي في كل اللاير. المفروض الحين هيحدد لي كل الازرق اللي في نفس الشجره هذه، ولو في ازرق برضه في باقي اللاير هيقعد يحدد. شوف كيف حدد كل اللي هنا وبدأ أخش برضو على الواجهة وأشال كل الأزرق اللي بنفس الدرجة. نرجع نسوي نفس الحركة هنا. طبعا في منطقة زي هذه يسهل إنك أنت تستخدم المساحة من إنك تستخدم التحديد اللي هو حق العصا السحرية. كنترول دي أشيل التحديد. والحين نبغى نسوي سما لكل الواجهات. نيجي نكتب هنا لو سكاي. طبعا اي برنامج اي اي كل صفة تبغاها تكتب اول صفة وبعدين تحط فاصلة وبعدين تضغط مسافة وترجع تكتب الصفة الثانية. ممكن نحط لايت كلاودز. اكتب مورنينج مثلا. طيب عشان الاشتراك في مورنينج في حركة اللي هو انك انت لما يكون عندك تبغى تشترك بشكل طبيعي الفوتوشوب بياخد عليك 90 ريال في الشهر او 95. بينما اذا انت منزل كراك وبعدين فكيت النت يقوم يصيد لك الكراك حقك ويقول لك اشترك. فيقوم عشان يقنعك انك انت تشترك يديك 3 برامج اللي هم لايت روم وفوتوشوب ولايت روم كلاسيك ب 34 بدل 96 برنامج. يعني بدل ما تاخذ برنامج واحد ب 96 تاخذ 3 برامج ب 34. فهذه اللي حابب يشترك يسوي الطريقة هذه على أساس إنه هو. لا هنا في أشياء غريبة جت ما أدري إيش البلاهات هذه. ممكن لو سويت لاير جديد سكاي.
اوكي كلاودز في حاجة ما أعرف ليش هو ما هو راضي، فنفترض إنه أنت أصلاً ما عندك الاشتراك. ما عندنا نجيب برا طيب؟ إيش هو؟ الثمن نجيبها من برا. أيوة. حط إنتر. حط صور. من هنا تأخذ أدوات. يلا يا حبيبي طيب تاخذ اللي هو حجم صورة كبيرة الحجم على اساس لا يطلع لك صورة مبكسلة تعبانة وتبدأ تختار الصورة اللي تعجبك طبعا انت بمجرد طالك الصورة هنا النت قاعد يعاني تقدر تشوف الدقة حقتها من هنا 2592 3800 هذه تعتبر كويسة بس ما ادري ليه ما هي محملة احيانا تحتاج انك تخش الموقع على اساس انه الصورة تقدر تنزلها بجودتها الكاملة احيانا تزبط انك تنسخ الصورة وبعدين تلصقها على طول في الفوتوشوب احيانا تجي اذا جات صغيرة زي كذا معناها الوضع صعب فترجع مرة ثانية وتخش سوي لها تنزيل عن تنزيل تنزيل حفظ الصورة باسم داونلود بعدين هرجع على الفوتوشوب افتح ملفات اروح على الداونلود اروح على السما يعني اساس مرة فرقت طبعا عشان البوستر مرة كبير فالصورة دي صغيرة نشدها في حركة دحين السما لو كملت اشد عليها زي كذا هتصير مبكسلة نوعا ما ايش اسوي؟ انا ممكن انسخ نفس اول شيء عشان تطلع السما كويسة يعني مظبوطة مع الواجهات لازم تحطها ورا الواجهة انت تتأكد انها ورا كل الواجهات اشوف الواجهة هذه تغطوا عليها لانها هنا يعني زي كذا طيب فأول حاجة أنا أقص الجزء اللي أبغاه بس من الواجهة فرض إني أنا أبغى بس زي كده وأسوي select inverse أسوي delete أوبس نرجعها layer بعدين نسوي delete طيب بعدين أسوي control D بعدين alt أضغط alt عشان أسحب وأنسخ صير أنسخ نفس السما بدل ما اكبرها كمان فتقوم تنضرب الدقه معي عادي تسحبها فوق بعض يعني يصير عندك اكثر من سما لين ما توصل لاخر الواجهه وبعدين ممكن يطلع معاك حاجات بي زد لو طلع معاك مثلا هنا شوف هنا ممكن تبقى هنا الحين السما عشان تقريبا كل نفس اللون فما هي باينه مره لكن هنا في فرق في الالوان كيف تضبط الموضوع اول شيء تاخذ كل السماء انفصلت على ثلاث لايرات تسوي لها تحديد كلها وبعدين تسوي لها مارج لاير وتصير لاير واحد تبدا ايش تسوي تاخذ اللي هو البلورينج تول او التغبيش صغر الهادي نقويها حط مثلا 80 تسوي لها زي كذا فتقوم تخش الصورة كلها في بعض وتطلع كأنها صورة واحدة ممكن عشان لا تبان السماء إنها مكررة طيب ألو إيش فيه؟ علق فعشان كده إحنا بنقول إنه لا تحط غير الليرات حقة خلاص الجاهزة
لأنه هو بدون شيء ويعلق. طبعا الفوتوشوب كل ما زودت الرامات كل ما كان أحسن، التعليق يخف. فحتى لو جهازك مثلا 16 رام تقدر انت تشتري له رام من برا يعني، وتفك الظهر حقه وتزود الرامات. طيب انت ممكن طب احيانا يا محمد وانا اشتغل يكون حجم الملف جدا كبير، ما في طريقه اخفض الحجم حقه؟ لا، غير انك تتخلص من اللايرات الزايده، اللاير ما تبغاه تشيله. لو مثلا حطيت واجهه وبعدين ما عجبتك وجبت واجهه ثانيه فلازم تشيل القديمه. الو لو سمحت، على ودع الملعب. اسمع الحين ابغى اسوي له اوتو سيف يحفظ مثلا كل نص ساعه كل 20 دقيقه شيء زي كذا. لازم تكون مشترك الكراك ما في اتوقع. لا ما في، لانه الاوتو سيف ولا وش في اشياء ثانيه ولا الاي اي والتخزين السحابي كله هذا على الاشتراك. الله يعوض عليك. محمد ارسلت لك صوره ممكن تشوفها. في البوستر اللي ارسلت لك اياه في تدرج في اللون وفي زي السما في كل البوستر، كيف اسوي هذا الشيء؟ اي في سما في البوستر وشفته في الصوره واحده او سما وفي تدرج في اللون في كل البوستر كامل. اي هو هذه، هو اخذ منظور والسما حقه المنظور حط عليها باقي الشغل. طيب احنا عادي ممكن نسويها الحين، بس حيرجع هذا ولا خلاص مات؟ الو. طيب انا ما عندي شيء اخسره اصلا. ايوه فلو في الحاله هذه احنا عندنا شيء نخسره مثلا والوقت مداهمنا ايش نسوي؟ الله يحفظك اذا ما زي كذا. الله يحفظك انت، لما يكون الوقت قاعد يداهمك المفروض كل ما تسوي حركتين تسوي يدك على كنترول اس، بس انا عشان قاعد اسوي واسجل وزي كذا فمضيع كنت وما سويت. بس اما اذا ما انت مسوي كنترول اس فالوداع. شوف هو احيانا على فكره حتى الكراك يسوي لك حفظ حق ضبط خلاص تلقائي. اي مو حفظ تلقائي، لما يسوي كراش او لما تطفيه بشكل غير رسمي هو الواحد يضبط نفسه يعني، يديك انه في ملف ايش يسموه يا ربي، المهم انه هو يحفظ على ايوه انت حظك، بس في الغالب يسوي. بس انت لازم تكون محتاط من اول ومسوي كنترول اس على اساس لا تودع الملعب. طيب خلاص رجع معانا احنا هنا. شو عامل؟ هلا ايش هو؟ المحاضرة مسجلة عشان ما شفت بداية ايش سويت. اي عادي مالك. طبعا دراسة زي هذه مثلا، الدراسة زي كذا انت المفروض برضو تكون مسوي في ملف فوتوشوب برا اساس لا تكثر عليك اللاير. كيف سويناها؟ بسيطة، سوي واحدة بس على اساس لا نضيع وقت. بأمر الدوائر والمستطيلات دائرة، هذه الدائرة زي كذا الحين بس خط، ناخذ فل وندي اللون اللي نبغاه، صار في لون سماوي. ابغى خط مقطع من هنا، اقطع الخط، سمك الخط من هنا 30 صغر، بعدين انتر سي عشان التكست، واخذ تكست واكتب مثلا ستريت. ما عجبني الخط اسوي كنترول اي عشان احدد كل التكست اللي سويته واغير اللون. اقدر اغير السكيل حق الخط برضه 72 مثلا. اوبس راح. اوه يا حبيبي شاب. طيب اذا ضغطت في خلاص في عشان يشيل لي التكست، تقدر تنسخه بعدين بالالت وتشد. طبعا لازم تكون حاطط اللي هو الموف تول، وبعدين تغير تحط 15% زي كذا. فهذا كيف تسوي هذه الدراسة.
بتسوي مثلا عندك كبلان زي هذا، وين راح؟ هنا لين هنا. صح، احيانا يكون عندي بوستر الوانه غامقه وبخلي الرسومات باللون الابيض. اتصدر الاوتوكاد بالابيض. لما انت في الاوتوكاد تغير هذا. طيب بلان زي كذا كيف احنا ممكن نلونه؟ تروح على البلان، طبعا لازم في ملف ثاني مو في نفس الملف عشان لا ينفجر عليك. يمسك البلان، اتوقع اني مسكته خلاص. وين ال وينه؟ ايوه اتمسك دحين. لازم يكون لاير، استخدم اللي هو السطل، تختار اللون اللي تبغاه. خلينا نلون الفراغ هذا مثلا، تلون. طيب بسوي له كي، الكي بسوي بالام، ارسم مستطيل، بعدين نسوي شيفت باك سبيس او شيفت مساحة كلر، بعدين اخذ اللون نفسه عشان يجي نفس اللون، اقول له اوكي، سوي كنترول دي، بعدين اجيب تكست اسوي كذا، او صار في من هنا كمان حط 20 اتوقع. ايوه ضبط. واكتب مثلا ريستورانت، غير اللون. الطريقة هذه راح تكمل طبعا. المهم تكمل عليها ف يجي كل البلان جاهز. بس فدحين حنقفل الملف هذا ونشوف كيف نسوي اللي هو يكون عندي صورة واحدة تحت وحط باقي الصور عليها. معلش طب اسمع، هلا. مثلا تبغى تفصل ابى اقص الصوره بس ما في شيء ينحذف، ابى افصل الكي عن البلان، تمام؟ يعني انا طبعتهم اثنين مثلا، انا حاطهم اثنين في الاوتوكاد طبعتهم مع بعض. اوكي فهمت عليك، يعني عندك مثلا الجزئيه هذه بفصلها عن افصلها عن البلان. طيب عادي تمسك اللاير حقته، اني اقدر احركها في اي مكان، فاهمني؟ اي تمسك اللاير حقته، بعدين تاخذ السلكت اللي انت تبغاه، سواء تبغى لاسو سلكت او بوليجون سلكت. البوليجون تاخذ الشكل اللي تبغاه زي كذا، الام او الريكتانجل سلكت تاخذه زي كذا، فانت حسب اللي يناسبك زي كذا. بعدين في طبعاً أنا دحين قاعد أحرك في نفس اللاير. ممكن لو كان مثلاً عندك كنترول دي مثلاً. طبعاً الشجر والأشياء هذه أنت تقدر تجيب من النت مليان. شجرات جاهزة بNG وتحط، تبغى تحط في الواجهة مثلاً زي كذا. فنفك دحين ملف جديد. سيف. أفك واحد صغير عشان لا يعلق. نيو فايل، ناخده برضو سنتيمتر المرة هذه. يا ساتر 150 كريت، لا بالعكس. سنتيمتر 50 100، أهم شيء هذه 300 عشان لا يطلع بكسل زي كده. طيب نفترض اني انا الحين مثلا لقيت اكتشفت انه هو نحيف او طويل، كيف اعدل؟ خش على ايمج كانفاس سايز، اقدر اعدل من هنا. هزود هذا احطه 65. طيب الحين زي كده الوضعيه هذه هو حيتوسع
يعني هيوزع هيعتبر نفسه في النص ويحط 65 هيوزعها نصها يمين نصها شمال. لما نحط زي كده هيوزع كله على اليمين. لو حطيتها من فوق هينزلها على تحت. ايش يفرق معي؟ يفرق معي لو انا فوق مثلا جدا حطيت الشعار الجامعة وزي كده ما ابغاها انه تغير المكان حق شعار الجامعة، فاقوم احطها زي كده الوضعية هذه، فيقوم يكبر كله على تحت. لما نخليه زي كده هلاقي انه الشعار صار يعني صار في شيء لسه فوق الشعار. دقيقة عشان توضح الفكرة اكثر، مثلا انا هنا هذا حيكون عندي اللوجو، فلما اجي اكبر دحين image canvas size واجي اكبره زي كذا احط 75. شايفين في لا دقيقة ايش سويت؟ انا كبرت العرض وبكبر الطول. ايش سايز؟ لا canvas size. خلي الهايت مثلا 120 حطه زي كذا. شوف كيف صار مكان اللوجو نزل على تحت، بينما لما اسويه زي كذا canvas size حطه 120 خليه كذا، الزيادة كلها جت على تحت فما يتخرب التنظيم حقي. هذه كانت الفكرة. طيب احنا نبدا الحين نجيب، كيف حنجيب صورة زي كذا؟ صورة فيها السماء واسع، ما في غير ان احنا نفك اللوجو ونجيب صورة جديدة. لوجو ديسكتوب اديتنج لوجو واللوجو اهو.
هنا هذه اللي قلت عليها انا اللي هي فين حقه السما سكاي سكاي الفا ماب. طيب ناخذ هذه طبعا عشان في ري تريسنج فما حياخذ اللي هي البوستر بس احنا نبغى بوستر عشان حناخذها على كبرى هذا فحنطفي الري تريسنج ونرجع ناخذ الريندر نفعل السما والريندر الصورة في الملف اللي قاعدين نشتغل عليه نسميها ونسيبه يرندر. هذا على قد البوستر بالضبط؟ لا ما نقدر هنا في الفوتوشوب في اللوميون ان ناخذ على نفس البوستر. دي 5 مثلا يمديك توين موشن ماني متاكد صراحه بس اتوقع برضه ما في له ما ماني فاكر استخدمته مو مره توين موشن ف ما وصلت للمرحله هذه لكن دي 5 يمديك تحدد الابعاد بالضبط. اللوميون زي ما انت عارف في اربع قياسات بس اللي هي ديسكتوب وبرنت وبوستر ودرافت اتوقع اول وحده فانت محكوم فيهم دولي بس تستخدم دي 5. دي 5 استخدمته في استوديو 7 بس. كيف؟ جميل. انا حملته على الفاضي الى الان ما استخدمته يا محمد من يوم ما حملناه سوا. شاطر ضيعت الكود على الفاضي بس والله احس الالوان حقته غامقه مره مو زي اللون احسن عندي الدي 5 ايوه شايف طبعا يعني استخدام سنه او اللوميون طبعا احسن صح ما تقدر تحكم يعني عندك في حاجه هنا مميزه في الدي 5 ان انت تقدر كنترول زد موجود عندك هذه تفك ازمه صراحه خلاص اتخلص في اشياء هنا احسن في اشياء هنا احسن ما ابغى اسيب خلاص كويت بس لكن فايل اوبن لا مو اوبن كانسل نيو فايل نيو فايل سنتيمتر 300 بيكسل في الانش احنا هنا نحط سنتيمتر بس هنا نخليها بيكسل في الانش ونحط كم قلنا الويث 65 وهذه 100 ونقول له كرييت ونقول له سي وناخذ الصورة الجديدة وهنا ايوه هاي هنا خذها خلاص زي كذا طبعا في حال السماء ما كانت عاجبتك فانت باستخدام اللي هو اللير اللي طلعناه اللي هو حق السماء هذا كبرها على قد ال او المفروض ان احنا من ال عشان نضبط نفس السكيل كنترول تي 42.64 عشان ناخذ نفس السكيل فناخذ الرقم ده نفسه كنترول سي نجي هنا بما انه هم نفس السكيل فحتظبط معنا ان شاء الله انها تجي عليها نخفف اللاير عشان نشوف ايش قاعدين نسوي نحط كذا بعدين هنا نجي ونسوي دبليو كذا خلاص احنا حددنا السما حتى بدون الشجرة ستيرز لاير ونسوي كنترول دي كذا طبعا هذه خلاص انطفيها فتقدر تحط السما اللي تبغاها لكن احنا الحين نشتغل على نفس السما عشان ما احنا فاضيين ندور سما جديدة. طيب بعدين بكل بساطة انت تيجي تاخذ البلانات لازم تتأكد ان البلانات حقتك تكون بي ان جي وشفافه يعني زي البلان هذا لو جينا حطيناه ما راح نستفيد من الحركه يجي معاه يعني مقفل ولكنه في السماء فما حينفع حتاخذ بلان يكون انت اذا اخذت البلان زي ما هو من الاوتوكاد يكون شفاف
برضو حتى لو لونته في الفوتوشوب تصدره بي ان جي فيجي معك شفاف. طبعا السماء زي ما احنا شايفين مرة غامقة بزيادة فمو باين الشغل، فناخذ لاير ونسوي ام حدد، بعدين نضرب لون ابيض ونخليه ابيض، بعدين اللاير نخففه نحطه مثلا 30 حتى 20 لا سوري 40 فنشوف البلان هنا او مش كيسر البلان. طيب البلان نحطه فوق هذا صار واضح خلاص. ممكن ان احنا نزود اللون الابيض يقوم يخف واضح البلانات. بعدين الواجهات ممكن ان احنا نجيبها برضو بنفس الطريقة، واجهة لما تكون عندي وين الواجهة هنا الواجهة اتوقع انها ما هنا ويندو بيكتشر. شوف هنا عندي الواجهات اوريدي كلها مسويها بي ان جي ومظبطها، فبكل بساطه تقدر تحطها زي كذا تسيب فراغ للمنظور تقدر تاخده. لا افتح هذا ما في مناظر ختامي زي المنظور هذا. دور الصورة حقته الأصلية اسمها 15 هذه جنبه حط عليها. فنشوف مثلا زي السماء هنا جوة البرج اللي هنا والمدخل يكون مرة صعب ان احنا نحددها، باستخدام اللاير اللي هو هذا الاسود نقلبه لاير عشان نقدر نحدد، او هذا تقدر تحدد بس ما تقدر تقص، فهذا مو لازم تحوله لاير لكن اللي فوق لازم. فنحدد الابيض فقده خلاص اخذ كل الابيض دحين، او لازم نحط هذا عشان ياخذ كل لا كان صح زي كذا. وبعدين نفعل اللاير هذه نضغط عليها ونرجع نشغلها ونسوي نقص كنترول دي شيل الحدف اللاير هذه صارت عندي دحين دي بعدين كنترول سي اقدر اصغرها دحين وتصير السما حقتها هي السما حقت البوس الصوره اللي تحت. كيف انا ممكن اخفف يعني هنا صارت حاده في حده بين الصورتين، فممكن انا عندي طريقتين، الطريقه الاولى اني اسوي بلور او تغبيش هتخف شويه، والطريقه الثانيه اللي هي اني انا اخفف اللاير باستخدام اللي هو الماسك من هنا، وبعدين اخذ اللون الاسود احط الفرشه وزي كده. من هنا برضو محتاج كده صارت عندي يعني منسجمة أكثر في ما هي كده حادة بس سهم القبلة مثلا أو سهم الشمال يفضل أنك أنت تجيبه مع البلان جاهز، لو نسيت يمديك تحطه هنا أنا حاطه مع البلان أول. نفس الشيء بالنسبة للشجر، لو احتاج شجر ممكن يكون عندك انت تجيبه من النت، او لو انت اوريدي عندك شجر جاهز بلوكس بعدين بيكتشرز تختار الشجر اللي تبغاها تحطه. يعني مثلا ممكن انا في الجزئية هذه كونه عندي التقاء السماء بالأرض ممكن أحط فيه شجر بس زين
البوستر اكثر، وابدا انسخها بالشكل هذا. ممكن امسك هذه كلها مع بعض وبعدين انسخهم كلهم سوا. لما اضغط شيفت مع التحريك برضو يسرع الحركة، وبرضو انه هو بياخذهم مع بعض. طيب في مثلا حركة ابغى اسحب السماء مثلا، او بحرك المنظور من تحت هذا اللاير دحين الابيض قاعد ما يخليني اني انا امسك اللاير هاي انه فوق. طبعا ايش اسوي؟ اجي على امسك اللاير حق الصوره اللي ابغاها، بعدين يا اطفي الاوتو سيلكت او اني اضغط كنترول. لما اضغط كنترول احرك هو بيطفي الاوتو سيلكت للمده اللي انا ضغط فيها كنترول. لو شلت يدي عن كنترول حنشوف الاوتو سيلكت تشتغل، اضغط كنترول يطفي، فاضغط اللي هو كنترول صار اقدر احرك الصوره من تحت اللاير الابيض، واللاير الابيض لسه موجود مكانه احرك الصوره. وهذه كذا حركة. طبعا انت ممكن تحط هنا بعدين حاجة عشان تكتب عليها اسمك. لازم تحط لير فاضي، شيفت باك سبيس كلر، تاخذ لون السماء نفسه او تغمقه شوية كذا كذا، تدي شفافية مثلاً 50 كنترول دي، بعدين تبدأ بعدين تحط الستوديو مثلاً 10. أشوف دحين مثلاً جيت بحركه مو راضي يتحرك، فأقوم أمسك اللاير حق التكست أدوره من هنا. طبعا لما ما يكون عندك جروبس هتبدا تضيع. اظن كده حددت، اضغط كنترول واحرك براحتي احطه في المكان اللي ابغاه بالشكل هذا. اوكي عندكم اي حاجه ثانيه؟ اي سؤال اي حاجه؟ كيف اغير في نوع التكست وحجمه وما ادري كيف؟ تمسك التكست نفسه تضغط عليه دبل كليك. وين التكست؟ ما ضيعنا مرة. هي هنا، لا دقيقة، تضغط هنا، تضغط على حرف التي مرتين او تضغط تمسك له هو فوق شو عشان تحت. هنا انت عندك كل الاعدادات، تقدر تعدل اليمين يسار، الحجم من هنا كبر، عندك خطوط لا نهائية، كل خطوط الويندوز اللي عندك موجودة معك في الفوتوشوب. ليش فيه؟ يلا بس هذه طريقة تعديل الخطوط. تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك. ممكن نحط طيارة كمان عشان لا تفلم، لا تفلم، ما يحتاج. طبعا عشان إذا تبغى تخلي المنظوري كنترول تي فين كانت؟ إنه المفروض في حاجة. ممكن عشان سمارت أوبجكت، دقيقة ستار صغير كنترول تي. اي طيب بكذا نكون خلصنا. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تصبح على خير. انت من أحب.